السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا لحظات حرجة جدا لسمير غانم، حالته متدهورة والحالة غير مستقرة تماما تماما، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي. تفاصيل حالته وكمان النتيجة بتاعة المسحة التانية لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز ونتيجة مسحة دنيا سمير غانم، وبصراحة عائلة سمير غانم بالكامل تحتاج لدعواتكم. هنقول كل التفاصيل الاول، نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ على طول. طبعا كلنا عارفين ان عائلة سمير غانم كلها مصابة بكورونا وبتعاني من كورونا، لكن الحمد لله النتيجة التانية والمسحة التانية لدنيا سمير غانم للأسف الحمد لله بعتذر، المسحة التالتة ليها طلعت سلبية بعد إيجابية الأولى والتانية، وهي حاليا بترافق والدتها دلال عبد العزيز اللي ما زالت لحد الآن نتيجة المسحة التالتة ليها برضو إيجابية. وفي تصريحات خاصة لليوم السابع من أحد يعني من مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، تمت إصابة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بكورونا، وحاليا بتتم وضع على جهاز تنفس صناعي نتيجة إصابتها بالفيروس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكولات العلاج اللازم. طبعا الكلام ده بعد إيجابية المسحة الثالثة ليها، وزي ما قلت لحضراتكم بنتها بترافقها اللي هي إيمي دنيا سمير غانم بعد لما عملت المسحة التالتة. طبعا في حالة من الحزن بتسود بسبب سمير غانم اللي كورونا اشتدت عليه جدا، نفوا كتير ان هو مصاب بكورونا، ولكن تم التأكيد ومصدر مقرب من عائلته اكد ان الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم غير مستقرة بالمرة، ومازال متواجد بالعناية المركزة وفي مخاوف كبيرة جدا على صحته خلال الساعات الماضية. لديه مشكلة كبيرة بالصدر وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وكمان عنده مشكلة في وظائف الكلى، خلل بالتحديد في وظائف الكلى، وكمان بيحتاج لغسيل كلوي، وهو كمان يا جماعة بيعاني من مرض الضغط والسكر، في الموضوع مشتد عليه جدا جدا. كمان أضافوا في مصدر خاص لليوم السابع أن الفنانة دلال عبد العزيز إلى حد ما أوقات حالتها بتكون مستقرة، ولكن بعض الأوقات بيشتد عليها التعب جدا بعد نتيجة المسحة التالتة، لكن سمير غانم هو اللي حالته ما بتتحسنش خالص، على عكس يعني من يومين بالتحديد كان العكس تماما، كان سمير غانم حالته بدأت تتحسن واليوم السابع قال كده، وكانت دلالة عبد العزيز هي اللي حالتها متدهورة للغاية. حاليا بقى العكس، سمير غانم هو اللي حالته مش عايزة اقول ما يقوس منها، لان الاعمار بيد الله والكل اجل كتاب، ولكن على حسب اخر مصادر واخر معلومات سمير غانم يعني في لحظات صعبة جدا بيمر بيها في حياته، في حالة من الانهيار طبعا لإيمي سمير غانم اللي ممنوع انها تروح تزورهم لان اتمنع عنهم الزيارة خلال الساعات الماضية بسبب اشتدة الحالة عليهم. اشرف زكي لاول مرة قال انا تواصلت مع احد اطراف العائلة اللي هو حسن الرداد، واكد ان حالة سمير غانم بالفعل غير مستقرة بالمرة، ولكن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت نتيجة المسحة التالتة ايجابية، لكنها بدأت تتحسن شوية على الرغم من وضعها على جهاز الاكسجين، بتاخد جلسة كل 12 او معرفش كام ساعة بالتحديد، ولكن هم قالوا بعد كام ساعة بتاخد كل شوية جلسة. في حالة بقى هاشتاج طلع على كل مواقع السوشيال ميديا برجاء الدعاء لعائلة سمير غانم، كل المواقع بتنزل نفس الهاشتاج ده، وكمان فيفي عبده نزلت البوست اللي حضراتكم شايفينه وكتبت ألف سلامة وألف بعد الشر على حبايب قلبي سمير غانم، وكمان دلال عبد العزيز، وكمان رامي رضوان اللي طلع في برنامجه وقال أرجوكم ادعوا للفنان الكبير الأستاذ الكبير سمير غانم لأنه يحتاج لدعواتكم الآن لأن حالته غير مستقرة بالمرة. بالفعل يا جماعة حالة عائلة سمير غانم بصراحة هي عائلة محبوبة جدا وناس كتير بتسأل عليهم، ولكن حاليا الأوضاع صعبة جدا ليهم، خصوصا حالة الفنان الكبير سمير غانم. نتمنى ليه الشفاء العاجل، هو وكل مصابينا، مصاب كورونا أو مش مصاب كورونا، هو في الآخر مريض يحتاج لدعواتنا، ومش هو بس، هو وكل الناس تحتاج لدعواتنا الآن، لأن الموضوع زاد جدا في موضوع كورونا، والأمور بدأت يعني تزداد سوء. اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا. بشكركم جزيلا من فضلكم، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك لو تكرمتم. سلام عليكم.